حتى مجرم مصر وقاتل المدنيين في الساحات العامة الانقلابي السيسي انضم إلى قائمة رؤساء الدول. طبعا هو لا الشعب المصري ولا أي حر في هذا العالم يعترف به رئيس، وإنما هو جنرال انقلابي جاء لحكم مصر بدعم غربي صهيوني وبتمويل سعودي إماراتي أساسا. لكن حتى هذا المتصهين، حتى هذا المجرم قاتل الأبرياء وقاتل المدنيين والذي يسجن اليوم عشرات الآلاف من أحرار مصر، حتى هذا انضم إلى التنديد وبشدة بالرسوم المسيئة للرسول الكريم والذي تبناه رئيس دولة فرنسا قبله. وفي نفس الوقت أيضا هذه اليومين في الحقيقة هناك زعماء دول تزعموا هذه المعركة، من بينهم أردوغان، لكن ربما أردوغان لديه أيضا صراعات أخرى مع الفرنسيين، أقلها أو من بينها صراع معهم في ليبيا، ومعهم أيضا في سوريا، ومعهم أيضا في أرمينيا وأذربيجان واليونان وقبرص. هناك خصومات شديدة بين فرنسا وتركيا. لكن الملفت للانتباه هو رئيس وزراء باكستان. رئيس وزراء باكستان شن هجوم عنيف على ماكرون وعلى السياسة الفرنسية التي تستهزئ بمعتقدات الآخرين، خاصة المعتقدات الإسلامية. والحقيقة أن خان هذا، وهو لاعب كريكت شهير، كان يلعب في بريطانيا وكان يلعب في بلدان أخرى، باكستان بطبيعة الحال أيضا بلده. إذن عمر خان هذا ردد صدى الشعب الباكستاني اللي هو في حالة غضب شديد جدا من هذه الرسومات. الهنود المسلمين، الهنود أيضا كانت لهم مواقف قوية جدا، زعماء المسلمين الهنود كانت لهم مواقف شديدة وقوية جدا. أفغانستان بطبيعة الحال أيضا، سواء كانت المعارضة المسلحة بقيادة طالبان أو الحكومة أو الشعب الأفغاني، كانت هناك مواقف قوية أيضا. ماليزيا أيضا دخلت على الخط وبقوة، وآخرين في أندونيسيا أيضا، إيران بطبيعة الحال. والحقيقة أن أيضا دول أخرى نددت، تونس، المغرب عن طريق وزارات خارجية أساسا، الأردن، الكويت، قطر وبلدان أخرى. طبعا بلدنا احنا الجزائر على استحياء خرج بيان من ما يسمى بالمجلس الإسلامي الأعلى، لكن اليوم خرجوا بقوة في موضوع التنديد بما حدث في كنيسة هم سموها دار عبادة، وهي بالحقيقة كنيسة في نيس، وبطبيعة الحال الفعل مدان ومدان بشدة. أي قتل للمدنيين بدون حكم قضائي هو مدان ومدان بشدة. لكن الغريب في الأمر أن ما يسمى بوزارة الخارجية وناطقها الرسمي المسمى عبد العزيز بن علي، هذا عبد العزيز بن علي لعلي ذكرته مرة أو مرتين من قبل، هذا كان أيضا تخرج قبلي بسنة من المدرسة الوطنية للإدارة دفعة الدبلوماسية، لكنه حينما غلق الهواء والشمس على جارته وجارته اشتكت وكتبت يومها موقع TSR كتب عن الموضوع، خرج هو قال أن هذه الجارة في الحقيقة هي تم توريطها وتم مانيبيلاسيون تاعها من طرف المغرب. لماذا؟ قالك لأنني مع الصحراء الغربية. يعني قمة النذالة والكذب. هذا ناطق أيضا رسمي باسم وزارة الخارجية. الغريب في الأمر أنه في صيف 2019 كانوا سيرسلونه سفير إلى أين؟ إلى المغرب. ما زال ناطق رسمي وهو معروف عنه الكذب، وكذب في قضية كان المفروض يدخل عليها للسجن. لكن هذا الناطق الرسمي اليوم تذكر وأصدر بيان: الجزائر تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مكان عبادة بمدينة نيس الفرنسية.
أدانت الجزائر العمل الإرهابي، يعني هذا بن علي الشريف كما يسميه عبد العزيز بن علي الشريف، أدانت الجزائر العمل الإرهابي الذي استهدف مكان عبادة بمدينة نيس الفرنسية، داعية إلى ترسيخ التعاون الدولي من أجل تشكيل جبهة مشتركة ضد كل أشكال التطرف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية. وأوضح نفس المصدر أن الجزائر تدين العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف مكان عبادة في نيس وتعرب عن تضامنها مع عنصر الضحايا، مضيفا أن موقف الجزائر من مواجهة الإرهاب ثابت وواضح، وهي ترفض أي شكل من أشكال التبرير وأي خلط مع الإسلام، دين السلام والتسامح. المشكلة النذالة والحقارة لمن يحكمون الجزائر اليوم هو أنهم سكتوا عدة أيام، وعندما كان هناك غضب شعبي يتصاعد، وشفنا أمس مظاهرات واحتجاجات في عدد من المدن وغضب حقيقي، يعني لما شافوا هذا طلقوا ما يسمى بالمجلس الإسلامي الأعلى، هيكل فارغ لا معنى له، فيه مجموعة من اللي يأكلوا في الخبز، هناك خبز على مستوى طبعا بأموال كبيرة، يعني من أموال الشعب، أكل السحت هذا يسموه. لكن وزارة الخارجية لم نسمع لها همسا، الخبارجي تاع بالحمر لم نسمع لها همسا، ما يسمى بناطق رسمي باسم الحكومة. اللي تذكر أن اسمه محمد السعيد لم نسمع له همسا، ما يسمى بالناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. ولا مسؤول خرج يندد ويدين أن يتبنى رئيس دولة ورسوم مسيئة لرسول الإسلام والشعب الجزائري شعب مسلم، لكنهم خرجوا اليوم ينددون بالعمل الإرهابي. على الأقل يا فاشلين، يا حمقى، يا خونة، على الأقل كنت قبلها تصدر بيان تندد فيه بأن يتبنى رئيس دولة يصبح يتبنى التهجم على رسول يؤمن به ما يقارب من ملياري شخص، من بينهم 45 مليون جزائري، على استثناءات قليلة، هناك إخواننا مسيحيين ربما بضعة عشرات من الآلاف على أقصى التقدير. يعني كان على الأقل يخرج الخبارجي ما يسمى بناطق رأس الحكومة ويقول بأن الجزائر لا تقبل الإساءة للدين الإسلامي، فهذا في المادة الثانية من الدستور، دين الدولة الإسلام، دستور اللي يحبوا يمروه دستور الاستعمار، الدستور اللي قبله والدستور اللي بعده أو اللي قبله، كان أقل شيء أن يخرج واحد من هذه الوزراء اللي ياخذ 60 مليون واللي عنده سيارات وعنده أراضي وعنده فيلات وعنده بزنس وعندهم بلا ينهبون بلا حدود ويقول نندد بذلك. لا، الجنرالات لم يسمحوا لهم، فالجنرالات يتحضرون الآن لإرسال الجيش الجزائري وأبناء الجزائر بتعليمات فرنسية إلى القتال في إفريقيا لمصلحة فرنسا. وبما أن شنقريحة وجنرالاته لم يسمحوا بذلك، فلم يصدر أي بيان من جهاز رسمي حقيقي، ما عدا ما يسمى بالمجلس الإسلامي الأعلى الذي أصدر بيان خافت حتى لا أقول تافه. كل مرة وكل واقعة يثبت فيها أنهم منقطعين تماما عن الشعب الجزائري. السيسي المنافق ومشايخه وعلماء سلطانه بما فيهم الأزهر وبما فيهم ما يسمى بمجلس حكماء المسلمين اللي هو تابع للإمارات وللسيسي، أصدروا بيانات حتى يحفظوا ماء الوجه، ونحن نعرف أنهم ينافقون، لأنهم هؤلاء الذين يبررون قتل الشعوب وقتل الناس لا يقبل منهم شيء بعد ذلك، لكنهم أصدروا شيء حتى نفاقا. مع ذلك كل مرة وكل ما نتحدث عن هذا الموضوع من العادل ومن العدل أن نذكر دائما بأن هناك مواقف فرنسية أو مواقف بعض الفرنسيين في الحقيقة هي مواقف تشرف الإنسانية وتشرف حتى فرنسا التي يتصدر رئيسها اليوم حملة ضد سيد الخلق. شوفوا وش يقول هذا، واسمه بافيلي، عفوا مش بافيلي،
Maintenant, on n'y va plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est des... On a paupérisé le Mali, on a fait venir plein de Maliens, le Mali est devenu pauvrissime, on a continué à exploiter les sous-sols justement pour avoir les matériaux rares qui nous permettent aujourd'hui de faire des voitures prétendument écologiques. C'est-à-dire les voitures hybrides qui fonctionnent aujourd'hui à l'électricité fonctionnent à l'électricité nucléaire. Et quand elles ne fonctionnent pas à l'électricité nucléaire, elles utilisent des métaux rares qui eux-mêmes sont prélevés en Afrique. Et voilà pourquoi on est au Mali. On n'est pas là-bas parce qu'on aime tellement la liberté qu'on les préserve du djihadisme. On s'en fout du djihadisme là-bas. On veut juste pouvoir exploiter, avoir des bases et pouvoir exploiter le sous-sol des Africains. Parce que la France est tellement islamophile de manière intérieure qu'elle est islamophobe sur la totalité de la planète. Il n'y a rien de... C'est formidable l'islam en France, mais alors dès qu'on peut tabasser des Afghans, dès qu'on peut tabasser des Irakiens, dès qu'on peut tabasser des Libanais, des Libyens, dès qu'on peut tabasser des Palestiniens, dès qu'on peut tabasser des Maliens, alors là, il n'y a aucun problème, on peut y aller. On fait des bombes, on fait des bombes, on fait des tapis de bombes, et voilà. 5 ou 6 millions de gens sont morts, des musulmans sont morts dans les frappes occidentales. Pour quelle raison? Parce qu'on vend des armes, complexe militaire ou industriel, possibilité pour les gens qui fabriquent des bombes, des avions à réaction, etc., de dire il n'y a pas de problème. Et après, on fait quoi? Ben, quand on a fait beaucoup d'argent, on finance les chefs d'État américains, qui eux-mêmes financent ces guerres, qui sont des guerres islamophobes. Ces guerres islamophobes génèrent le terrorisme. صوت عاقل من فرنسي يقول الحقيقة، والحقيقة هو أن فرنسا والقوى الاستعمارية كلها تذهب إلى هذه البلدان لتنهبها، ويقول بصريح العبارة نذهب إلى مالي أو نذهب إلى أي بلد آخر لكي ننهب ما تحت الأرض ونضع هناك القواعد العسكرية ونضع ونحن لا يهمنا لا الشعب ولا البلد ولا أي شيء، إنما نذهب هناك لكي ننهب هذه البلدان. هذه في الحقيقة في أقل، هناك أكثر حتى من النهب، لكن هذه أصوات يجب دائما تشجيعها إخواني، ويجب دائما ذكرهم حتى نكون عادلين حتى مع خصومنا وحتى مع أعدائنا وحتى مع من يكون له موقف بائس. لكن إذا كان في نفس البلد ومن نفس الجنس ومن نفس الجنسية مواقف عادلة فنحن نؤكد عليها. وأيضا حين نؤكد هنا فالقضية إذا لا تعني الفرنسيين لأنهم فرنسيين، ولكن تعني أولئك العنصريين لأنهم عنصريين، بغض النظر ما إذا كانوا فرنسيين أو غير فرنسيين، وبغض النظر ما إذا كانوا عاديين أو في مسؤوليات عليا. ولكن حينما تكون رئيس دولة فالمسؤولية تكون أكبر بكثير. صحيح بدأ شوية الخطاب يخف في جانب، ولكن ما زال التعنت وما زال أننا سنمضي وأن هذه حرية التعبير وأنها ليست حرية التعبير، لأنكم حرية التعبير في الحقيقة هي انتقائية سيلكتيف. عندما يتعلق الأمر بشتم المسلمين وشتم الإسلام وبعض الشعوب الأخرى الضعيفة والمستضعفة يجوز، عندما يتعلق الأمر بدول كبيرة أو حتى دول صغيرة مثل ما يسمى بإسرائيل فإنكم لا تستطيعون. وأي واحد ينتقد منكم إسرائيل حتى النقد أحيانا يقول لك أنتسيميت، يقول لك معادي للسامية، واليهود واللوبي اليهودي أو الإسرائيلي بعبارة أدق يقوم بحملة عنيفة ضده ويقولوا له سنجعل حياتك جحيما كما قالوها لأحد لكثيرين. يعني معروف روجي جارودي أو رجاء جارودي عندما أسلم سمى نفسه، وهو فيلسوف ماركسي شهير كان عانى الأمرين وكان حكم عليه بالسجن وكان منعت كتبه في فرنسا إلى آخره، لأنه كان له مواقف أو على الأقل كتابات تنتقد أو لا توافق بعض الأطروحات الإسرائيلية أو اليهودية. ليس هو الوحيد، كثيرين. لكن في نهاية المطاف نحن ضد المساس بمشاعر الناس سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مسلمين أو هندوس، حتى اللي يعبد البقرة حتى لا نستطيع، هذه عقائد، لأنه إذا مسيت له عقيدته يمس لك عقيدتك، تسب له ربه يسب لك ربك، وهذا غير مشروع وغير ولا يجوز في الإسلام. كل العقائد يجب أن تحترم بغض النظر عليها أن تنظر لها صحيحة أو ليست صحيحة، أنت تؤمن بها أو لا تؤمن بها. عقائد الشعوب لأن هذه عقائد تمس الناس في القلب في العاطفة، والعقيدة لا ليست دائما شيء عقلاني،